بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فعنوان حديثنا أو أحاديثنا بإذن الله تعالى على فترة قادمة إن شاء الله تعالى هو الدعوة الإسلامية والتحديات المعاصرة. وحديثنا اليوم على التحديد عنوانه مقدمة وتمهيد، أي مقدمة لهذا الموضوع الدعوة الإسلامية والتحديات المعاصرة. فإن الدعوة الإسلامية على مر الزمان والعصور تواجه تحديات شتى، وهذا من سنة الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. وقال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فسنة الله عز وجل المواجهة والتحدي بين الحق والباطل. والدعوة الإسلامية كما أشرنا تواجه التحديات منذ يومها الأول. فالدعوة الأولى لما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجه تحديات عدة صعبة، فعلى سبيل المثال التكذيب، التمسك بدين الآباء، الاضطهاد والتعذيب، الاضطرار إلى الهجرة، أرض الهجرة والحالة الاقتصادية، خطر اليهود، خطر المنافقين، خطر العرب عموما والأحزاب، تحديات كثيرة واجهتها الدعوة الإسلامية في بدايتها. وها هي الدعوة الإسلامية في زماننا تواجه تحديات أخرى، وهي وإن اختلفت في هيئتها وشكلها لكنها كلها من مضمون واحد، وهو العداء للإسلام وللمسلمين. ومن أشد هذه التحديات
الحروب الفكرية لطمس هوية المسلمين والإلحاد والتكفير والمد الشيعي واليأس الذي ينتاب كثيرا من أبناء هذه الدعوة الإسلامية أحيانا، وغير ذلك من التحديات والتي نسير معها في هذه الأحاديث. نتحدث عن كل واحد من هذه التحديات تفصيلا بإذن الله تبارك وتعالى. وأما اليوم فإننا نذكر في حديث مجمل هو تقديم وتمهيد هذه التحديات كعناوين أو كمواضيع مجملة، ثم يكون لنا تفصيل بإذن الله تعالى مع كل واحد من هذه التحديات في أحاديث منفردة بإذن الله تعالى. ونقف اليوم مع خمس تحديات، وهذه التحديات هي أعظم التحديات التي تواجهها الدعوة الإسلامية المعاصرة. وأول هذه التحديات هو الحروب الفكرية لطمس هوية المسلمين، فإن الحروب على الإسلام والمسلمين لا تنتهي، بل هي منذ فجر التاريخ كما قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالحرب من الباطل على الحق ومن الكفر على الإيمان دائمة مستمرة لا تتوقف. فالله سبحانه وتعالى بين لنا ذلك بهذا السياق وهذا التعبير: ولا يزالون، الذي يدل على الاستمرار وعدم التوقف. فالحرب من الباطل على الحق من الكفر على الإيمان مستمرة لا تتوقف، ولكنها تتنوع. ومن التحديات هذا التحدي الذي هو الحروب الفكرية، فإن الغرب الكافر قد جرب الحروب العسكرية مع المسلمين وعلى بلاد المسلمين فما أفلحت، بل كانت هذه الحروب العسكرية في أغلبها تنتهي بخسائر كبيرة لهذا الغرب ولحلفائه. ولعل من آخر ذلك الخسائر التي تمنى بها الجيوش الأمريكية وغيرها ومنيت بها في حرب فيتنام وحرب الصومال وأفغانستان وغير ذلك. ولذا فإنهم بدأوا في تعديل هذه الخطة وانتقلوا من الحروب العسكرية إلى الحروب المعنوية الفكرية. وكانت الحرب الفكرية منذ مدة وزمن على بلاد المسلمين، وذلك من بعد ما سقطت الخلافة أو قبلها بقليل. فإن الغرب تدين بدين يريد أن يجعل البشرية كلها الآن أن تتدين بهذا الدين، وعلى الخصوص المسلمين. فدين الغرب هو العلمانية، وهي في جملة مختصرة فصل الدين عن الحياة، لا شأن للدين بحياة الناس. فالدين يكون بين جدران المعابد وفي الأقفاص الصدرية للناس، لا يخرج من ذلك. وليس للدين شأن في التغيير أو الإصلاح أو الحضارة أو النهضة، فهذا باختصار، ويأتي تفصيله كما أشرنا في محله إن شاء الله تعالى لهذا الدين الذي يريده الغرب للمسلمين. ولذلك هذا الدين يعتمد على نظم أساسية، ففي السياسة الديمقراطية، وفي المال الرأسمالية أو الاشتراكية، وفي الاجتماع الحرية المنفلتة أي الليبرالية ونحو ذلك. ولقد قاموا بتنفيذ ذلك في بلاد المسلمين
كما أشرنا منذ سقوط الخلافة أو قبلها بقليل. وكان المثال الفج أحد المنتسبين إلى الإسلام، وهذه طريقتهم في تغيير هوية المسلمين أو طمسها بالكلية، هي تربية قيادات وشخصيات لها تأثير بعد ذلك في القرار والرأي العام، كالقضاء والتعليم والإعلام والجامعات ونحو ذلك. وكان أتاتورك المثال الفج في ذلك، فإنه الذي أبرم اتفاقا مع الغرب يقضي ببنود ملخصها إسقاط الخلافة الإسلامية وإلغاؤها، وطرد الخليفة ومصادرة أمواله، إعلان تركيا دولة مستقلة علمانية وليست أرض الخلافة وعاصمة الخلافة، التعهد بمنع عودة ذلك مرة أخرى إلى الحياة، أي الخلافة الإسلامية. ولقد كان أتاتورك الابن المثالي لأمه العلمانية، فإنه في خلال 3 سنوات فقط قام بأمور ما كان يظن المسلمون أن يصل الحال بهم كما وصل في هذه المدة. فقام بإلغاء المحاكم الشرعية، قام بإلغاء الأذان باللغة العربية، قام بإلغاء الأذياء الإسلامية، قام بإلغاء عطلة الجمعة واستبدالها بالأحد، قام بإلغاء قانون المواريث الإسلامي، قام بإلغاء التعدد في الزوجية وغير ذلك من هذه القوانين التي تطمس هوية المسلمين وتصبغ المسلمين بدين الغرب الجديد وهو العلمانية. ومن يومها والعالم الإسلامي ينصبغ في كل يوم بهذا الدين الجديد أكثر فأكثر، وإن كانت الصحوة الإسلامية تحاول تغيير هذا الواقع الأليم وتعاني معاناة شديدة. فهذا تحدي من التحديات التي تواجهها الدعوة الإسلامية المعاصرة. فما السبيل في مواجهة هذا التحدي؟ الجواب يأتي إن شاء الله في حديث منفرد، ولكن كما أشرنا فإن هذه عناوين أو مواضيع مجملة يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. ومن التحديات التي تواجهها الدعوة الإسلامية المعاصرة تحدي الإلحاد. هذا الدين الشيطاني الذي بدأ ينتشر ويكثر في العالم الآن، بل وفي بلاد المسلمين وربوعهم، صار يتكلم بالإلحاد من يتسمى بأسماء المسلمين وهو من جلدتهم. والإلحاد والعياذ بالله فكرة فلسفية تقوم على فكرة عدمية أساسها وخلاصتها إنكار الله عز وجل، ويترتب على ذلك إنكار كل ما تبع ذلك في أمر الديانة. ولقد كانت أو كان دين الإلحاد قديما يندر في الناس، لم يكن في البشرية ملاحدة إلا القليل، وإن كان فيها الكفار والمشركون ونحو ذلك، لكن الإلحاد لم يكن في البشرية إلا في الآحاد. ومن أشهر هؤلاء الكذاب الأكبر فرعون، الذي كان يتظاهر بالإلحاد وفي باطن أمره كان يكذب على نفسه. فهو الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري،
وفي ذات الوقت هو يعلم وجود الله عز وجل، وقد ذكر الله لنا ما يدل على ذلك، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك لم يكن الإلحاد يعرف في العرب إلا في ندرة يسيرة لا تصل إلى العشرات، وربما كان ذلك عن كبر وليس عن اعتقاد، كالذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الواحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينكر البعث والنشور ونحو ذلك. وهؤلاء الذين حكى الله عز وجل عنهم أن من عقيدتهم إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما نحن بمبعوثين. لكن هؤلاء كانوا كما أشرنا قلة قليلة لا تتجاوز العشرات، أما بقية الخلق والعرب فلم يكن فيهم الإلحاد، فكانوا يقرون بالله ربا كما أخبر الله تعالى في مواضع كثيرة. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أما الملاحدة العصريين فهم ولا حول ولا قوة إلا بالله بالآلاف بل بالملايين. ولذلك هذا تحدي كبير للدعوة الإسلامية، أن يكون في الخلق بل ومن من يدعي الإسلام من يتبنى هذا الدين الإلحاد، وهم في حجتهم سفهاء، ومع ذلك فهم يستسيغون هذا السفه. فالفكرة التي يعترضون بها في الجملة هي أن الله لا يتصور عقلا، وما لم يتصور عقلا فهو ليس بموجود، فهم أخضعوا الله عز وجل لعقولهم. إذا كنا لا نتصور الله إذن فهو غير موجود، ونعوذ بالله من هذا الضلال، ولنا تفصيل في ذلك إن شاء الله. لكن في عبارة واحدة يقال لهؤلاء السفهاء: ألا يؤمن أحدكم بالفرق بين العاقل والمجنون؟ والجواب الذي لا شك فيه سيقولون: بلى. وإذا قيل لهم: ما الفرق بين العاقل والمجنون؟ يقولون: العاقل له عقل. فيقال لهم: هل رأيتم عقولكم فآمنتم بها؟ وغير ذلك مما يأتي الكلام عليه تفصيلا إن شاء الله تعالى. فهذا تحدي من التحديات التي تواجهها الدعوة الإسلامية في هذا الزمان وفي هذا العصر، آلاف مؤلفة بل ربما ملايين على بعض الإحصائيات والله أعلم بصحتها، ينتهجون منهج الإلحاد بل والفضائيات التي في البلاد الإسلامية صارت تستضيف هؤلاء الذين ينطقون الكفر البواح ويتكلمون بذلك في بلاد المسلمين. ومن التحديات كذلك التي تواجهها الدعوة الإسلامية المعاصرة المد الشيعي، ونعني بالمد الشيعي أي انتشار دين الشيعة، هذا الدين الذي هو ليس دين المسلمين، هذا الدين الذي على في الأرض فسادا، لا سيما بعدما صارت له دولة وهي الدولة الفارسية الجديدة في إيران على يد الخميني. هذه الدولة التي تتدين بدين في ظاهره الإسلام وفي باطنه الكفر والعياذ بالله، صار هذا الدين ينتشر في العالمين،
فبعدما كانت إيران انتشر دين الشيعة في أفغانستان وربوعها المحيطة بها، ثم العراق، ثم سوريا، ثم اليمن، ثم بلاد الخليج، والتهديدات لا تزال، بل وربوع إفريقيا ينتشر هذا الدين الجديد على المسلمين انتشارا مخيفا. ولربما يقول قائل هنا: لماذا هذا تحدي؟ أليسوا مسلمين؟ لماذا هذا تحدي؟ ولماذا هذا الخوف من هذا؟ فالجواب كما أشرنا إليه مجملا، وهذه عبارة بشيء من التفصيل، أن دين الشيعة ليس هو دين الإسلام، أن الدين الذي عليه الشيعة ليس هو الدين الذي عليه نحن، إن أصول دين الشيعة ليست كأصول ديننا. وبإشارة سريعة، إن من أعظم أصول دين الشيعة الغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصل الأمر إلى طوائف منهم إلى عبادة غير الله وأشخاص يعبدونهم من دون الله، فمنهم من يعبد عليا، ومنهم من يرى حلوله، وكذا على تفاصيل طويلة. وأقل أحوالهم أنهم يسألونهم الضر والنفع، ويستغيثون بهم في قبورهم، ويسجدون لهم من دون الله، ويصرفون لهم العبادات. ومن أصول دين الشيعة التعبد بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبسب أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. ومن أصول دين الشيعة كذلك تحريف القرآن، سواء تحريفا لفظيا أو تحريفا باطنيا. ومن أصول دين الشيعة كذلك نشر الفاحشة في المجتمعات المسلمة بما يسمى بزواج المتعة، فضلا عن الحقد والغل لأهل السنة الذي يصل إلى التكفير. فكما هو معلوم في تاريخ الفرق، فإن الشيعة من أشد فرق التكفير، فإنهم إن سنحت لهم فرصة أن ينالوا من أهل السنة قتلوهم واستحلوا دماءهم. ولذا عباد الله، فهذا تحد خطير، وكذلك فيه تحذير لدعاة التقريب الجهلة أو الخونة. فدعاة التقريب إما جهلة وإما خونة، أي الذين يقولون بالتقريب بين السنة والشيعة من باب أن ربنا واحد، وأن ديننا واحد، وأن رسولنا واحد، وأن قبلتنا واحد، وهو كلام واسع فضفاض، لكن عند التحقيق يظهر للداني والقاسي الفرق بيننا وبين الشيعة، الذي يصل إلى أنهم دين غير ديننا، كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، قال: الشيعة دين جديد. ولذلك فالذين يسعون في التقريب إما جهلة كما ذكرنا، وإما خونة. وأما جهلهم فمن وجوه. أول هذه الوجوه جهلهم بأصول دين الشيعة، فإنهم لو علموا أصول دين الشيعة لعلموا أن هذا ليس هو دين الإسلام. لما جاء بعض الشيعة إلى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه يتحدثون إليه يبتغون التقريب، وذلك من باب التنظير، فقال لهم رحمه الله: لو كنا نلتقي معكم في أصول الدين لنظرناكم، ولكن لكم أصول ولنا أصول، وبمعنى أدق لكم دين ولنا دين. ومن الوجوه كذلك التي يرد بها على دعاة التقريب بين السنة والشيعة جهلهم بالتاريخ الأسود المرير المليء بالغدر والخيانة من الشيعة لأهل السنة.
والتاريخ كما أشرنا مليء. ولنذكر مثالا أو مثالين. من الذي تآمر مع التتار حتى أدخلهم العراق وبغداد وقتلوا الخليفة وقتلوا 1,000,000 مسلم؟ إنهم الشيعة. من الذي تسبب في انحسار المد الإسلامي والفتح الإسلامي العثماني في أوروبا؟ لقد وصلت الجيوش العثمانية إلى قلب أوروبا وطرقت أبواب فيينا وفرنسا، وكادت الجيوش الإسلامية أن تفتح فرنسا لتكتمل أوروبا لولا خيانة الشيعة الذين طعنوا من الخلف. فعادت الجيوش الإسلامية لأجل أن تدافع عن أرض الخلافة. ومن الوجوه كذلك التي يرد بها على دعاة التقريب في جهلهم، جهلهم بالواقع المرير الذي نعيشه مع الشيعة. فإن الواقع المرير يحمل المآسي من هؤلاء. فانظر إلى الشيعة ومعاملتهم لأهل السنة في كل مكان، بداية من القلة الموجودة في إيران. إن أسوأ المعاملة وأشد الاضطهاد يناله أهل السنة الذين هم من أصل إيراني. في طهران لا يوجد مسجد واحد سني، في الوقت الذي يوجد 10 كنائس و4 معابد لليهود وعددا من المعابد للمجوس. الواقع المرير للشيعة. تصفية أهل السنة في أي مكان حلوا. إن الشيعة ما نزلوا مكان فوجدوا فيه أهل السنة إلا قاموا بتصفيتهم دمويا. والواقع يشهد فضلا عن التاريخ كما تقدم. من الذي أخرج المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل من جنوب لبنان بعد المجازر للفلسطينيين بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم؟ إنه حزب أمل الشيعي الذي سمي بعد ذلك بحزب اللات. من الذي أدخل العراق، أدخل الأمريكان إلى أفغانستان ومكن لهم منها؟ إنهم الشيعة. من الذي أدخل الجيوش الغربية إلى العراق والأمريكان إلى العراق؟ إنهم الشيعة. من الذي يذبح الأطفال والشيوخ والنساء في سوريا؟ إنهم الشيعة. من الذي يدعم هذا؟ إنهم الشيعة. من الذي قتل صدام في يوم العيد رسالة للمسلمين السنة؟ إنهم الشيعة. من الذي قضى على الدولة اليمنية بالمؤامرات لأجل أن تقوم مملكة الحوثيين في هذه الأيام الأخيرة؟ من الذي يحول إفريقيا إلى دين الشيعة؟ من الذي ينفق الأموال الطائلة على رغم المعاناة الاقتصادية لإيران لأجل تشييع عموم المسلمين؟ إنهم الشيعة. وغير ذلك مما هو في الواقع المرير. وأما دعاة التقريب إن كانوا لا يعلمون ذلك فهم جهلة، وإن علموا ذلك فهم خونة، لا يختلف على ذلك اثنان. ومن التحديات كذلك التي تواجهها الدعوة الإسلامية المعاصرة تحدي التيئيس من الإصلاح والعمل الإسلامي، وهذا يأتي عليه الحديث في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمن التحديات كما أشرنا هذا التحدي وهو اليأس أو التيئيس من العمل الإسلامي أو الإصلاح، فإن كثيرا من أبناء الدعوة الإسلامية المعاصرة أصابهم اليأس أو يصيبون غيرهم بالتيئيس أو يصيبهم غيرهم بالتيئيس من الإصلاح والتغيير، حتى انتشرت النبرة السائدة في ربوع كثير من أبناء الدعوة الإسلامية. لا فائدة من العمل، لا فائدة من الإصلاح، وكل ذلك له مؤثرات. هذه المؤثرات نذكرها أيضا كعناوين لها تفصيل في محلها إن شاء الله تعالى. من هذه المؤثرات أو الأسباب التي أدت إلى وجود هذا الشعور عند كثير من أبناء الدعوة الإسلامية، بل عند كثير من المسلمين، تآمر الأعداء على الإسلام وعلى المسلمين ومحاصرتهم ماديا ومعنويا، فولد هذا في نفوس كثير منهم اليأس أو التيئيس من الإصلاح والتغيير. ومن الأسباب أو المؤثرات كذلك تعدد الاتجاهات الإسلامية واختلافها وتنازعها فيما بينها، فإن هذا كذلك كان بدوره له أثر على كثير من أبناء الدعوة الإسلامية وغيرهم الذين لم يدركوا طبيعة العمل الإسلامي، فلما كان ذلك أصابهم اليأس أو أصيبوا بتيئيس غيرهم. كذلك من هذه المؤثرات أو هذه الأسباب سقوط أو فشل فصيل إسلامي بعد نفرة الناس منه ومن منهجه، فولد ذلك كذلك في نفوس كثير من أبناء الدعوة الإسلامية أو غيرهم يأسا من الإصلاح أو التغيير، حتى ظن البعض أن الدين قد ذهب وولى بسقوط فصيل من فصائل التيار الإسلامي. ومن هذه المؤثرات كذلك والأسباب التي ساعدت على وجود هذا الشعور في نفوس كثير من أبناء الدعوة الإسلامية انزواء كثير من الصالحين، بل وربما من الدعاة، بل وربما من العلماء. فسبب هذا الانزواء لكثير من أبناء الدعوة شيئا من اليأس، ولم يفهموا الفرق بين العزلة الشرعية وغيرها. فهذه في الجملة أمور أدت إلى وجود هذا التحدي للدعوة الإسلامية، وهو خطير أن يسود في قطاع من أبناء الدعوة الإسلامية شعور اليأس. هذا خطير، فما المخرج وما العلاج؟ هذا له حديث منفرد بإذن الله تعالى كذلك. وآخر هذه التحديات التي نذكرها اليوم الغلو في تكفير المسلمين، فإن هذا من التحديات الخطيرة، بل هو أخطر التحديات التي تواجهها الدعوة الإسلامية في هذا الزمان، تكفير المسلمين بغير حق. فلقد انتشرت هذه الظاهرة وعادت بقوة في الأيام الأخيرة أو في الفترة الأخيرة، نظرا للأحداث التي يمر بها العالم الإسلامي وتمر بها مصر خصوصا، ولا سيما بعد أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة وما تبع ذلك من أحداث.
فأطلت علينا ظاهرة التكفير بقوة، وبدأت لهجة التكفير العنيف تظهر في ألسنة كثير من المنتسبين إلى العمل الإسلامي وأبناء العمل الإسلامي والمنتسبين إلى الدعوة والعلم، بل وظهر الخطاب العنيف في التكفير على ألسنة كثير من هؤلاء، مما كان له أثر على كثير من الشباب والنساء خصوصا، فكان التهاون بالتكفير وكان أمر تكفير المسلمين بلا بينة وبلا تحقيق ظاهرة تنتشر بين ربوع الشباب والنساء. ولذا عباد الله، فهذا التحدي خطير، بل هو أخطر كل التحديات التي تقدمت، وذلك لأسباب. أولا، يترتب على ذلك، أي شيوع ظاهرة التكفير، يترتب على ذلك الاجتراء على الحرمات، الأعراض، الأموال، الدماء، فإن هذا إذا شاع في المسلمين ذهبت قوتهم وضاعت بيضتهم. ومما كذلك يبين خطورة هذا التحدي ما يترتب عليه من ظهور كذلك انحراف عقائدي مقابل، فإنه عادة ما يظهر انحراف عقائدي مقابل مع ظهور ظاهرة التكفير في الناس، فيخرج من جهة أخرى بعض الذين يهونون الأمر ويجعلون الأمر على عقيدة فاسدة كعقيدة الإرجاء التي ظهرت كذلك كانحراف عقائدي في مقابلة عقيدة التكفير. ومما يترتب كذلك على ظهور هذه الظاهرة وهذا التحدي، ما يترتب عليه من أحكام شرعية وآثار لهذه الأحكام، فإن الحكم على الكفر على مسلم يستلزم الردة، والردة تستلزم أحكاما تتبعها، وهذا كله يأتي عليه تفصيل إن شاء الله. ومن آخر ذلك أن ظهور هذه الظاهرة يسقط مرجعية العلماء في نفوس الجماهير، فإن العادة أن غلاة التكفير يطعنون على العلماء ويتهمونهم بالنفاق أو العمالة أو نحو ذلك، وهذا يسقط مرجعية العلماء في نفوس الناس، فيضيع الناس إذا لم يكن لهم علماء. هذه تحديات تواجه الدعوة الإسلامية في هذا الزمان، والتحديات كثيرة، لكننا أردنا أن نقف على أعظم هذه التحديات، وهذه رؤوس أقلام أو عناوين أو مواضيع مجملة قدمنا بها للحديث التفصيلي، ولعلنا بإذن الله تعالى أن نقف مع كل تحد من هذه التحديات في مرة منفردة، بل ربما نحتاج إلى أكثر من ذلك بالتفصيل والتبيين، فإن هذا هو الواجب على المسلمين وعلى الدعاة إلى الله وعلى العلماء وعلى كل من يعلم حجة في هذا الباب، فواجب عليه أن يحملوا دعوة الله عز وجل لتكون في مواجهة هذه التحديات، لينير للناس طريقهم ويبين لهم الحق من الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الكفار والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، ورد كيد الكافرين والمنافقين.
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، وأدر الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.